وقال المترشح لرئاسيات عبد القادر بن جرينة خلال تجمع شعبي له بولاية تندوف إن الرئاسيات المقبلة تعتبر محطة هامة للجزائريين، معتقدا الجهات التي تدعو إلى مقاطعتها، وصفا الأمر بالسعي لتمكين العصابة من العودة. كما أشار بن جرينة إلى أن برنامجه ليس كلام قاعات فقط، داعيا منتقديه إلى تقديم حلول فعلية وميدانية. لا يغيب عن الشعب الجزائري إدراكا منه بأن غيابه عن الانتخابات القادمة هو تمكين للعصابة بأن تستمر في عهدة وتجدد عهدة خامسة، لأن العصابة تشتغل على طريقين. العصابة تمشي على زوج طرق، وجينا ورانا قلنا قبل 4 أيام 5 المرأة المرضعة راحين نعطوا لها عطلة ما تقلش على 5 شهور، ورانا نشوفوا وراهم الاقتصاديين تاعنا راهم يديروا في الدبابير المالية، وإن شاء الله ما يكبوهاش علينا مرة أخرى، ورانا اللي نقولوها يجي يكبوا. هذا اللي ما عندوش برنامج على جاي يترشح، هو اللي ما عندوش برنامج وجاي يكب على عبد القادر بن جرينة على جاي يترشح. ما يترشح.